محمد باهي الناقد الرياضي في الأهرام اللي هيكلمنا عن ملامح البطولة في الموسم الحالي وعن بقى مين المنافسين الأقوياء اللي موجودين في الموسم الحالي. مساء الخير عليك يا أستاذ محمد. الخير يا شيماء وعلى ضيوفك الكرام. منورنا طبعا في كلام في الميديا، وعايزين نعرف من حضرتك آخر أخبار دوري الدرجة الثانية أو دوري الدرجة الأولى المصري. إن شاء الله بإذن الله بكرة الخميس تنطلق الجولة الرابعة في دوري القسم الثاني المجموعات الثلاثة، وطبعا ده من عجائب يعني مسابقات القسم الثاني اللي اتلعب الثلاث مباريات 21 مباراة في الثلاث مجموعات في يوم واحد، ومش عارف ليه عاملينها في يوم واحد 21 مباراة في يوم واحد. 21 مباراة في الثلاث مجموعات، كل مجموعة سبع مباريات، ورغم ان المباريات كلها يعني تقريبا جماهيرية والمباريات كلها ملتهبه وكلها الكل بيبحث عن الثلاث نقاط من اجل يعني لو ما صعدش دوري ممتاز على الاقل، لان نظام المسابقه السنه دي فيه بقاء سبعه في الممتاز ده وهبوط سبعه من كل مجموعه، يعني هيهبط 21 فريق في سابقه لم تحدث في تاريخ الكره المصريه ان يهبط سبعه من كل مجموعه، وده اللي ادى الدوري سخونه وحراره قويه جدا جدا. الكل يبحث عن النقطه، حتى زي ما قلت لحضرتك اللي مش عايز يصعد الممتاز لا بيبحث عن البقاء في انديه جماهيريه كبيره جدا. صحيح. اقول لك ان نادي النصر اللي هبط من الدوري الممتاز عارفه في المركز الكام دلوقتي؟ في المركز ال 13. ال 13 من بين 14 فريق. طب يعني طب ده معناه ان في منافسه قويه بقى في الدوري الدرجه الثانيه جدا. لا منافسه قويه جدا جدا، لو بصيت للمجموعه الاولى هتلاقي اسوان، بني سويف، تلفونات بني سويف، النصر قاعدين على القمه دلوقتي، الاعلاميين، لا في اكثر من ست فرق، كان كل سنه المنافسه الاوحد، يعني زي ما بيقولوا السنه اللي فاتت صعب الجونه وكان بعيد عن المنافسه، السنه اللي قبلها صعب الاسيوطي وكان بعيد عن المنافسه، كان منافسه احاديه في مجموعه الصعيد بالذات، لكن مجموعه الصعيد السنه دي انا بقول لك مش اقل من اربعه او خمس انديه، حتى الامطار الاخيره مش هيبان مين اللي هيصعد، وكذلك في المجموعه الثانيه سيراميكا على القمه، سواء النصر اللي هو في المركز 13 دلوقتي بص هتلاقيه مثلا في المركز رابع خامس بعد ثلاث اربع اسابيع. النصر في المركز ال 13 معاه كام نقطه؟ نقطتين بس. نقطتين، والمركز الاول او المتصدر للمجموعه المركز الاول عنده سبع نقاط. سبع نقاط من سبع نقاط في المركز الاول بعد اربع جولات، بعد ثلاث جولات ثلاثة. يعني الجوله الرابعه بكره تنطلق ان شاء الله. ان شاء الله. الفريق الوحيد اللي حصل على العلامه الكامله بين الثلاث مجموعات هو المنصوره، تسع نقاط، ثلاث مباريات، ثلاثه فوز، جميع المباريات جميع الفرقه ال 41 فريق الباقي كله ما بين فوز وتعادل وهزيمه، وهم ثلاث فرق برضه بس اللي ما حصلوش على اي نقاط، سواء ابو صقر في المجموعه الثانيه، تحرير اسوان في المجموعه الاولى، ويمكن حتى شباب سهل اللي ما كانش عنده نقاط خالص بقى عنده، جزيره مطروح اللي هو اول مره يعني تحت شعار صنعوله به لم يحصل على اي نقاط، هم ثلاث فرق بس لم يحصلوا على اي نقاط، ومع ذلك انا بقول لك ان الاسابيع الجايه هيحصلوا على نقاط لان على ملاعبهم برضه بيبقوا كويسين ومتمكنين. عايز اقول لك ان المجموعه الثالثه جماهيريه بنسبه 95%، فرقتين بس هم الشركات هم فاركو وبير الاسمده، والباقي كله ما شاء الله، يعني لو بصيتي هتلاقي طنطا والبلديه والمحله وكفر الشيخ والمنصوره ودمنهور والاولمبي، يعني كلهم، والرجاء طبعا اللي هبط من الدوري الممتاز، كلهم بيبحثوا عن التواجد وعن المنافسه، وفرق النقاط قليل جدا بينهم، يمكن مباراه بكره طنطا والبلديه هي الاقوى طبعا، هي زعامه الغربيه وزعامه المجموعه في نفس الوقت، والمحله والاولمبي والمنصوره ودمنهور، يعني مباريات كلها جماهيريه وشعبيه قويه، يعني عايز اقول كمان النصر اللي عنده نصر. استاذ محمد، حضرتك تتوقع مين الانديه اللي هيتم بقى تصديرها للممتاز الف؟ يعني اتوقع في المجموعه الاولى ما بين بني سويف والمنيا واسوان، دول الثلاثه ومعاهم التعديل، هذا الرباعي هو بني سويف والمنيا واسوان انديه الصعيد كلها والتعديل. والتعديل ده في الصعيد. المجموعه الثانيه يعني اعتقد ان سيراميكا هو الاقرب كلهم، بيقولوا طبعا سيراميكا من السنه اللي فاتت واضح ان هو عنده خبرات، عنده رمضان مدير فني، عنده خبرات لعيبه متميزه جدا. عندك الترسانه بعد شويه، النصر بعيد،
منتخب السويس برضو بعيد، الشمس بعيد، اف سي مصر يعني بيحاول. القناه انا شايف القناه والمريخ والسويس برضو هيعملوا برضو منافسات قويه. بالنسبه للمريخ البورسعيدي، المريخ كان ماشي كويس، وحتى فاز المباراه اللي فاتت بضربه جزاء في الوقت الضايع، كان بيلعب الشمس وعوض هزيمته من الترسانه في الجوله الثانيه، وهو تعادل في الجوله الاولى. يعني كل اللي عنده ثلاثه يعني اربعه خمسه بونت من ثلاث مباريات، بقول لك يعني الاول عنده سبعه بونت، فهتلاقي سبعه وسته وخمسه واربعه كل قريب من بعض. ولسه بدري. لا لسه بدري جدا، لسه بدري طبعا في ظل المنافسه الشديده. اتمنى لهم التوفيق طبعا كل المجموعات كلها، وخصوصا ان الدوري السنه الجايه هيبقى 24 فريق بس من مجموعه واحده مش ثلاث مجموعات. من أربعة لسبع نقط، يعني هو لقاء واحد فوز أو خسارة. بشكرك جدا أستاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الأهرام، نرجع تاني ليك أستاذ تاني.